يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشباب عن الزواج والجانب المادي ما كاينش واحد الامن غذائي، كاين تخوف، اسباب اقتصاديه، غادي بنت تماس ويتعدى عليه على ما ربي يبقى عزري ولا لان الازمه اول حاجه ها بني الامور الماديه وما نبغيو شي يتزوج. علاش بالنسبه للحاله الماديه كاين ما يعني ما جبرش ديك الانسان اللي كيتفاهم المستقبل في المغرب مشدود. في نظرك شنو هو سبب عزوف الشباب عن الزواج؟ ايوا في هاد الاونه الاخيره كنلاحظوا هاد الظاهره تفشات بواحد الشكل كبير. الشباب ما بقاش عنده داك الرغبه في تكوين الاسره، في تربيه الابناء. الا غادي نناقشوا الموضوع الناحيه الخصوصيه ديالو، راه كلشي كيربط سبب عزوف الشباب عن الزواج والجانب المادي. اغلب الشباب اللي اما ما كيحققوش داك الامنيه اللي كانوا كيطمحوا ليها، ما كيقدروش يحصلوا على واحد العمل اللي غادي يوفر لهم امكانيات ماديه باش يفتحوا منزل، يوفروا الظروف، انا كنهضر الظروف الماديه. ازمه ما غادي بنت الناس ويتعدى عليه على ما ربي يبقى عزري ولا يعني في النظر ديالك اما ديالي هو سبب عزوف الشباب عن الزواج كيعود لما هو مادي. ما كاينش الماده، غادي المراه يبقى واحد بها وليديه، وما حنا دابا شرفنا وحنا براسنا. واحد عنده نظره ديالو للحياه، يعني كاين اللي كيشوف كاين عنده مشاكل ماديه، كاين المهم على حسب كاين ما يعني ما جبرش ديك الانسان اللي كيتفاهم، على حسب كل واحد المشكل ديالو، ما يقدرش يحدد عمم المشكل كلشي. ما كاينش واحد الامن غذائي، ما كاينش واحد الامن، وما كاينش واحد الافاق المستقبل، لهذا الشباب كيوجد نفسه انه في صعوبه، لان صعوبه الخطبه، صعوبه جهاز الهدايا وما الى ذلك. ولهذا كنشوفوا واحد المجموعه ديال الشباب كيتخلاو على الزواج او كينتظروا ما عرفتش شنو كينتظروا. المستقبل في المغرب مشدود، هذا هو الافق. وهو الرسول عليه الصلاه والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فان له وجاء. والاغلب اغلب الشباب يمكن ما عندوش استطاعة على الزواج، لما لأنهم لا يستطيعون الله يعني القيام بواجبات الزوجية. كاين تخوف، علاش بالنسبة للحالة المادية كيكون مادة كتكون بعض الساعات كتكون متوفرة، بعض الساعات ما كتكونش متوفرة، والجانب الآخر عاد كيكون كتسب كيكون كاين العمل كيما كيكونش العمل الرسمي. شي كتسمى الفرصة مزيانة عليها يا خو ما كيبغيش يتزوج. يعني الامور الماديه هما اللي ما كيبغيوش يتزوجوا عليها. واذا توفر ما هو مادي بنادم يبغي يجوز، يبغي يجوز ساعات. اسباب اقتصاديه هذا هو السبب الرئيسي، كنظن هذا هو السبب العزوف الشباب عن كل شيء. الاثمنه غلات في كل شيء، في السكن، في جميع متطلبات الحياه كل شيء غلا، هذا هو السبب الرئيسي. لان الازمه اول حاجه هابني، والكرا غالي، كل شيء غالي، ما يمكنش يتزوجوا، والخدمه قليله بالنسبه للشباب تيتو، كل شيء جالس كانش حيلو الخدمه في تيتا دابا، كل شيء تنقص. هذا راجع للعوامل العديده، اولا قله الشغل كيعرف الشباب بواحد الشكل كبير بزاف، كيفاش الشاب بغى يقبل على الزواج وهما فرص الشغل غير متاحه بالمره. شي واحد ما كيبغيش يكون اسره ويعمل وليداته، هذا هو السبب الرئيسي، ما كاينش شي سبب اخر. لا، هذا هو التخوض ديال الزواج، هو ما كاينش الواحد تبارك الله يكون عامل الاسره ديالو، عامل المعتطيات ديالو بزاف الحاجات، ولكن ملي كتجينا هذه النقطه هذه حنا نتسائلوا بالخير يكون خير ان شاء الله. ارتفاع الحالات ديال الطلاق، وهذه واحد الحاجه اللي كتخوف الشباب، كيقول لك مادام هذه الظاهره هذه كاينه في الواقع، اذا ممكن ان حتى انا نوصل لهذا المشكل هذا، ولكن انا دائما كنربطه بالجانب المادي ديالو. عاد كيبقى الجانب ديال الاخلاقي، نقدر نمشي بعيد انا، لان حنا في الفتره ديال الشباب ديالنا نقدر نقول لك كان صعيب بزاف باش تلقى مع البنت. انا كنهضر واقعي، زعما الزواج حاجه مهمه في حياه الانسان، كنصح زعما عمل اللي قاده واللي مقتضاه والاجبار، زعما الانسان اللي عاد ناس في حياته يجوج بها، علاش ما يجوجش بها؟ كمل معاه الدين ديالو، كمل حياته، زعما شي حاجه مهمه لحياه الانسان. يعني من توفير البيت، السكن، يعني ما عندهمش شي يعني
اغلب يعني استطاع منكم الباءات، يعني اللي عنده الفلوس القدره يعني استطاع على الزواج فليتزوج. ما كاين شي الشباب مسكين دابا ما عنده شي الاستطاعه والمقدره على فتح باب الزوجيه والدخول على المسائل هذه، فمسكين الشهوه ديالو خاصو يعني يستعمل في شي حاجه في شي خدمه، يحاول انه يبدا بشي مجهود في شي حاجه اخرى. واحد عنده باء يقدر يمشي يتزوج على راسو ما يسمعش النصائح، وكل واحد والتيسا ديالو، يعني اللي مكتبه له شي حاجه يعيش، اللي مكتبه له يطلق اللي مكتبه يعني يتسكر على الله ويتزوج، ما عرفش يدخل فين. طبعا الارزاق بيد الله وربي هو اللي كيكمل بالخير والواحد يسبب والله هو المعين، ولكن ما ننساوش على اننا غنجبروا صعوبه في المستقبل، صعوبة كبيرة في المستقبل، لأن الشغل ما كاينش. إضافة إلى أن الشغل ما كاينش، زائد غلاء المعيشة كد الغلاء بواحد الشكل كبير بزاف. أي حاجة مشيتي تشريها الآن خصك واحد المبلغ اللي أنت ما كتوفرش عليه في الجيب ديالك. ما نهضروش على راسنا، ولكن كنهضروا بصفة عامة. كان صعيب بزاف باش تلاقى مع البنت. دابا لا، دابا كاين وسائل التواصل الاجتماعي اللي مكنت الشباب باش يربطوا التواصل معهم في أي مكان وأي زمان وفي أي لحظة ويناقشوا أي موضوع. ولهذا هادو جوج النقط اللي كنركز عليهم أنا، كنركز على الجانب المادي، أن الشباب ما كيوصلوش لذاك الشيء اللي كيطمحوا له لا في العمل ديالهم ولا في، وكنركز على الجانب ديال وسائل التواصل الاجتماعي اللي قدرت ما عرفتش غادي نقول لك سهلت التواصل ما بين الجنسين. قبل كان صعيب، اخويا الا بغى المهم تكون الى جانب ديالو واحد الانثى خصو يتزوج، لابد خصك تتزوج، لان كاين واحد البلعه ديال العوائق اللي كانت منتشره في المجتمع المغربي. دابا داك الشيء كلشي ترفع، ولات سهوله التواصل، سهوله اللقاء. والزواج يعني ضروري الانسان خصو يتزوج، والله هذا الشيء الزواج كما كيقولوا قسمه ونصيب. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أشتاجا ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. الإنسان يدعي، هو الدعاء، الزواج دعاء، قبل ما يمشي الزواج ويعني كذا يدعي الله، يقول يا ربي رزقني زوجة صالحة. وقبل ما يوصل ديك الزوجة الصالحة خصو يسأل الله الباء استطاعة، يا ربي رزقني باش نكمل ديني كما كيقولوا، باش هايدا هو الدعاء هو مفتاح كل شيء. يعني دعين الله واتخذ الانسان اسباب، وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، ان شاء الله يكون خير، يفتح الله البول. بالتالي فين هي السومه الكرائيه؟ الشقه الاخيره مثلا باش تكريها راه خصك واحد مبلغ كبير. زائد على ان الفتيات اليوم كامل، ما نقولوش بصفة عامة، ولكن واحد الفئة معينة، واحد الفئة قليلة إلا من رحم ربي، دائما كنقولوا فئة موجودة، فئة متواجدة هي اللي تقدر تعيش معها، ولكن دابا معظم الفتيات كتخصها تسبق الكماليات على الأوليات، دونك طوموبيل، دار، ما نعرف كيفاش عاملة. ودونك الشباب اليوم بصفة عامة اللي كنتواجدوا معاهم، مني منك من الآخر من هذا، راه الإمكانيات لا تسمح بصفة نهائية، وهذا هو المشكل والمشكل الكبير اللي خلى العزوف عن هذا الزواج. المهم هو الانسان خصو يحاول ما امكن يبعد من الفاحشه، لان الفاحشه اخو اذا بقى هذيك ديك الشهوه، يعني الشهوه ماشي مزيانه، الشهوه الخبيثه يعني كتنقص من الرزق، فهمت؟ كل ما اخو كان باغي الحلال ومتقي الله وكذا، الله كن هاني، يعني كن هاني، الله يرزقه واحد التسهيل، واحد التسهيل. ثلاثة حق على الله رزقه، ديك باغي العفة، باغي يبعد من الحرام، الله حق على الله أن يرزق.